كمال صالحي المدرب تاع الميني تاع الكوكب. سي كمال مرحبا بك على الموقع ديالنا كيسبا. شكرا سي عزيز. اول حاجه من عرف انا كن نتوما بانه ربحتوا البطوله الجهويه ديال الجهه ديال مراكش وغتمشيو ان شاء الله باش تمثلوا هذه الجهه هذه في الرباط. عاودنا شويه على هذه البطوله هذه اللي دازت تقريبا شي 20 ماتش لعبتوا، كيفاش كانت؟ الحمد لله كانت جمعت الظروف كانت مرتاحه لنا حقتاش الناس النادي داروا فيا الثقه الكامله قال لك ديروا شبيب. الحمد لله مشيت في هذا الصدد جمعت مليدات من المدرسه بديت نقلب في الاحياء الشعبيه تعاونوا معايا اناس اللي سبقني هذا الميدان هذا والحمد لله المقابله الاولى مشينا لاكادير مع حسن الزكادير نهزمنا فيها. هنا تغيرت الامور مهما نهزمنا بربعه لواحد تغيرت الامور ولات عند الدراري الحمد لله كي تنقولوا ان انفون دون با ان بيتي دون. دخلنا هذيك الفكره بانه خصنا نكونوا مستعدين لاكثر من هذا الشيء حقاش الوليدات كانوا في ليكوله الوزير. ليكوله الوزير ماشي هي البطوله حقاش البطوله فيها عده عوامل سلبيه وايجابيه. والحمد لله في هذا الصدد عملنا بجديه درنا قانون داخلي هو لواحد المشروع بانه هو بدنا نوصلوا هذا النادي واهل الناس مراكش. حيت عندي 30 لعاب 30 عائله كاينين فيها 90 عائله اخرى ولا تقريبا كلهم تنتابعوا النتائج تاع هذه الفئات الصغرى والناس النادي الحمد لله وفروا لنا جميع الظروف. حيت نسافروا للعيون سافرنا للخريب كاع سافرنا للجديده والحمد لله الحمد لله كانت الامور كلها هي كانت مزيانه الحمد لله. الحصيله ديالكم شحال ربحتوا ماتش فاصل سريش حتى الحصيله ديالنا ربحنا 14 مقابله وتعادلنا 3 مقابلات ونهزمنا 2 مقابلات. من بعد الهزيمه تاعت اكادير ربحنا جميع المقابلات الا باستثناء المقابله تاعت اسفي اللي تلاقينا المقابله الناس اسفي الاولين مع الثانيين فريق الكوكب المراكشي هو الثاني. حنا استعدينا باللي فيه الكفايه بالفعل انهزمنا مع اسفي ولكن عاوتاني استعدينا دم الوجه جديده وانتصرنا عليهم باش بالجيتيو وبكره القدم والحمد لله اللي كانت جمعت الظروف كانت ايجابيه. وفي هذا الصدد تنشكر الناس المكتب الكوكب المراكشي اللي ساندوني بصراحه وعطوني الثقه وقالوا لي ودي حنا معاك حنا تنساندوك اللي كواري مرحبا به واللي ما كواريش فهم لي بابا. كمال انت دابا تستعد باش تمشي ان شاء الله دير الفرقه البطوله الوطنيه، كيفاش كتشوف هذا التحدي هذا الجديد عاوتاني؟ التحدي الجديد الحمد لله اللي الدراري حاسين المسؤوليه حيت كي قلت لك الاخ عادل بانه هاد الوليدات نحس بهم وليداتي عندنا واحد الثقه كامله كاين واحد الانسجام ما بين المدرب واللعابه والناس المكتب ولهذا حنا مستعدين لاي مقابله لحقاش هما عندهم الثقه الكامله لحقاش اول فريق في المغرب اللي تنتصر على اكاديميه محمد السادس حتى المرتبة الثالثة في واحد التورنوا اللي كانت في وجدة اللي فيها 27 فرقة وكانت الظروف مزيانة وكانت سميتو ولهذا إن شاء الله حنا ما غاديينش باش نمشيو باش نتفرجوا غاديين باش نجيبوا إن شاء الله البطولة الوطنية. إن شاء الله كمال كلشي تيهضر دابا على الفرقة الأولى غيكون الصعود وتيهضروا الناس تاع الفئة الصغرى واش كاين كما انت المدرب تاع الميري تاع الصغار يعني لا باز اللي جايه واش كاين مواهب عندك؟ كاين مواهب الحمد لله وشكرا لله على التصدي شكرا للاخ عادل. وهو الصراحه في مراكش عايشت اناس وشت وليدات اللي الصراحه كاين عند كنا نقول انا دائما عندنا الدب في مراكش خاصنا شي شويه العنايه والناس يصبروا على هاد الناس حقاش دروكا خاصنا نشوفوا الفريق الاول ديالنا يطلع ان شاء الله القسم الوطني الاول ولهذا راه الناس مهتمين كي تنشوفوا حنا
الرئيس ولا جميع الناس المسؤولين تيجيو تيبشرونا بالكلام مزيان وتيشجعوا الوليدات. والحمد لله اللي ما لا يكون عندنا فريق واحد المده زمنيه تاع 4 سنين ولا 5 سنين يكون عندنا فريق اول مزيان. دونك نطمئنوا على المستقبل ديال الفرقه كامل. الحمد لله فهاد الصدد هذا تنطمئن انا على فريق فائل على فريق الكوكب المراكشي لحقاش عندهم وليدات لعابه اللي في المستوى ومستوى كبير حقاش عاشرتهم على قرب ولا بغوا يديروا شي حاجه تيديروها. شكرا كمان خليوا على التفاؤل هذا ونتمنى لك التوفيق وغادي نواكبوا معكم ان شاء الله البطوله وان شاء الله نتمنى تحققوا نتائج مزيانه وتجي نعاودوا نهضروا. فهاد الصدد تنشكروا الاخ عادل بالقاضي والطاقم ديالو حقاش هذه مبادره جد طيبه وتنتمنى تكرر باش تعطينا واحد الحافز ان شاء الله واحد المعنى اللي تيكون جيد ولا بالنسبه لي ولا بالنسبه للوليدات باش نديروا واحد الخطوه للقدام ان شاء الله. وشكرا الاخ عادل.